لحد الآن عم ننتصر، المستوطنين عم بيهاجروا، أوضاعهم العامة واقتصادهم بانهيار، عندهم 500,000 نازح، جنودهم مكتئبين، أوضاعهم النفسية متدهورة، وهذا دليل إنه صوتك بيوجعهم. ولكن كلنا ملاحظين مؤخراً إنه التفاعل والمشاهدات عم بتقل. أكيد الحظر والرقابة وتضليل الإعلامي وإغلاق حسابات مهمة عم بيأثر سلبياً على حرية التعبير عن رأينا وحقنا، بس لازم نضلنا مكملين على نفس العزيمة والهمة عشان ينسمع صوتنا. شارك ووقف مع إخوانك وإخواتك، إذا سكتت اليوم بكرة بيجي دورك. أرجوكم لا توقفوا النشر، لسه الحرب ما خلصت، بس النتائج بتتغير بصوتك. كل منشور وكل مشاركة وكل تعليق عم بيعملوا فرق، عم بتغير رأي العام العالمي، وعم بنشوف دعم كبير للقضية الفلسطينية من ناس ما كانت تعرف عنها. كل المسيرات العالمية دعم لفلسطين كانت نتيجة مباشرة للمجهود اللي حطيناه على مواقع التواصل الاجتماعي. كلنا مقهورين وكلنا مش عارفين شو نعمل وكلنا مش عارفين كيف بدنا نساعد. لسانك هو سلاحك. صحفي الجزيرة وائل الدحدوح خسر كل عيلته، بس لساته واقف بوجه الظلم وعم بيحكي. استعمل منصتك، علي صوتك، وثقف اللي ما بيعرف. اكتب، احكي، انشر، حرر.